بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. شو هناك كيفاش ربي يفصل لك شو هو القول المعروف، كيفاش ربي يختار القول المعروف على القول المنكر. القول المعروف كشجرة طيبة، بتعرفوا الآية، والخبيثة كشجرة خبيثة، كلمة خبيثة وتقعد يبقى وقعها مدام إنسان ذكى مدام في حياة الدنيا، وربما يوم القيامة يطلب حقه لأنك أذيته يوما ما بكلمة شنيعة، كلمة وسخة وانت أوسخ منها. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، والله غني حليم. يقول لي ربي موش بحاجة لنا، اللي متخذ أرباب كالمال الحرام والسلطان الغاشم وواوا، هؤلاء مشركون يحبوا لا يأكلوا وما غارقين في الشرك، بل يعتمدون على الحمل الحرام باتصال بالعاهرات ولا بالمثليين اللي هو شبه رجال، والسلام علينا أهل الإسلام.